رحب وزير الخارجية السيد أحمد أبو الغيط بما تضمنه التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تم بموجبه إبلاغ مصر رسميا بإغلاق ملف ملاحظات سابقة حول مفاعل أنشاص، مؤكدا استمرار مصر في التعاون مع الوكالة. ومن جانبه أو من ناحية أخرى، شدد أبو الغيط على ضرورة إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لمنظومة الضمانات الدولية، معتبرا أن تلك هي خطوة ضرورية لتنفيذ المبادرة المصرية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.